معذبة بائسة، كل في برزخ إلى يوم يبعثون. والمؤمنون يفتنون في قبورهم ويسألون عن ربهم ودينهم ورسولهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. ولا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن ذكر، ويمسك عما شجر بينهم، فهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. والطاعة لأئمة المسلمين من علمائهم وأمرائهم في غير معصية الله، والاتباع للسلف الصالح، والاقتفاء لآثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك ما أحدثه المحدثون، كل ذلك حتم لازم. واعلموا أن أولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله تعالى علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه المبين وعلى لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الفهم فيه والتهمم برعايته والعمل به. والعلم أفضل الأعمال، وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به، أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة، والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها. واللجأ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة، ففي ذلك المفزع والعصمة. فالسلف الصالح هم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه، وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم. وعلى ذلك أصول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وفروعهم رحمه الله رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وألحقنا بهم في لطف وعافية ورحمة ورضا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، وألهمنا الحجة وألزمنا المحجة حتى نلقاه وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على خير خلقك سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن الله ختم الرسالة والنذارة والنبوة بسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، سيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وخليل ربنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي الأبطحي ولادة ونورا وبعثة وظهورا، والمدني هجرة وانتقالا واستيطانا، ودعوة وقتالا ووفاة وانتقالا للملأ الأعلى.
فطيب ظاهر أرض طيبة مسكنا، وطيب باطن ثراها مدفنا، صلى الله عليه وآله وسلم. هو العاقب الحاشر المقفي، نبي التوبة والرحمة والملحمة، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. هو المحمد الأحمد، محمود عند الله تبارك وتعالى، وعند ملائكته، وعند إخوانه من المرسلين، ومحمود عند أهل الأرض كلهم. فمن لم يحمد ذاته إيمانا واختيارا، حمد صفاته لزاما واضطرارا. وهو صلى الله عليه وآله وسلم مع اختصاصه بمسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره، فأمته الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وكذلك خطبه وكتبه ومصاحف أصحابه رضوان الله عليهم. وبيده صلى الله عليه وآله وسلم لواء الحمد يوم القيامة، وإليه يفزع الخلق لفصل القضاء، فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد يفتحها الله عليه حينها، فيؤذن له في الشفاعة، وهو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، فيحمده عليه حينئذ أهل الموقف، مسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم. فصلوا عباد الله وسلموا تسليما على خير حامد ومحمود، بما ملأ الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وبما فتح الله به من القلوب، وكشف به من الظلمة، واستنقذ من أسر الشياطين، حتى نلتم به شرف الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن سائر المؤمنين. وآمنا اللهم في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك توفيقا ورشادا وهداية وسدادا. اللهم وولي عهده وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. اللهم وفقنا بفضلك، ويسرنا لليسرى، واشرح صدورنا للذكرى، واجعلنا بك مؤمنين، بألسنتنا ناطقين، وبقلوبنا مخلصين، وبما أرسلت به الرسل عاملين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، ونسألك قلبا سليما، وقولا قويما، وعملا مستقيما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأغننا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ونعوذ بك اللهم من الهم والحزن، ومن الجبن والبخل، ومن الفخر والكبر، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استووا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. رحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث نار حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، ربي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهكذا إخوة الإسلام في كل مكان، أيها المشاهدون والمشاهدات، أدت الجموع المباركة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك 26 من شهر الحجة من عام 1444 للهجرة النبوية الشريفة. وقد خطب بالمصلين وأمهم فضيلة الشيخ أحمد بن طالب حميد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. عشنا أيها الأحبة في الله، أيها المشاهدون والمشاهدات، في هذه الأجواء الإيمانية، في أجواء الطاعة والعبادة والقرب من المولى سبحانه وتعالى مع الجموع المؤمنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقلنا لكم من خلال شاشة تلفزيون المملكة العربية السعودية